دكتور منال نابلسي، واللي بتطرح موضوع الغيرة في العلاقة بين الشريكين. في غيرة صحية وفي غيرة غير صحية. صح. كيفك؟ بونسوار، كيفكم؟ اشتقنا لك. وأنا كمان أكثر. كتير حلو الموضوع اليوم. أولاً تأكيداً على كلام زميلتي الحلوة حبيبة شابي ماي، عن جد أنه الغيرة نوعين. صح. غيرة صحية وغيرة مش صحية. 100%. إمتى وكيف وليش؟ أكيد هيدا أهم سؤال، إمتى وكيف وليش؟ هلأ خلينا نحكي أنه كل شيء بالحياة مثل سبكتروم، في أشياء خفيفة وفي أشياء كتير تقيلة. أوكي؟ الغيرة هي بحد ذاتها بعدهم لهلأ كل السايكولوجيست بديعوا إذا هي شعور ولا أفكار. بس هي ترابط بين اثنين. أول شيء تنفكر إنه هي شو هي الغيرة، هي it's a reaction ولا ردة فعل لشيء threat معين ولا خوف معين من إنه نخسر الشريك، so بيكون في عنا ردة فعل، وهيدول فيهم تشابك بين الأفكار وبين المشاعر. سو الأفكار بتكون مثل كأنه ما بدي أخسره، بركي لقى أحسن مني، بركي تركتني، هيدول الأفكار. المشاعر بتكون خليط من الخوف، من الأنجر، البليم، اللوم على النفس، التعصيب بطريقة معينة. سو هيدول كلياتهم. دكتور منال، ما في قلة توازن هون بالتفكير وقلة ثقة بالنفس؟ هلا هون تنرجع نحكي حنرجع نحكي فيها للغيره كيف بتصير بقلة ثقه، لانه وقتها توصل لمرحله انك انت ما توثقي بحالك ابدا كرمال هيك عم تعملي بروجكشن، الاشياء اللي جواتك عم تعكسيها بهيدي العلاقه، وبتصير كل هيدي قله الثقه يلي جواتي عم بعكسها بالشريك وعم بصير اشكك بالعلاقه. اوكي. بس وقتها نحكي علاقه ولا علاقه صحيه بده يكون فيها غيره، لابد انه يكون في غيره. ما في علاقات بلا غيره. ما حلوه اصلا بلا غيره. ما حلوه بلا غيره. بس الغيره الصحيه، الصحيه كيف؟ شو هي الغيره الصحيه؟ الغيره الصحيه هي انه وقتها انا اعرف مشاعري، اوكي، وقتها اقول للشريك انه انا غيرانه، وقتها من شو غيراني مثلا، لا تسي اكثر شيء مثلا، معقوله مثلا انا اكون فاتي بعلاقه والشريك بعده رفقه مع الاكس تاعيته وبروح بيشرب قهوه معه. اوكي. إيه لا خلينا نبلش من لايكم، نحن بنتفهم الامور بس مش للدرجات دي. بس انه في واقع، خلينا نحكي انه في واقع، وهيدول المشاكل بتصير. اوكي. وحتى احسن ما تصير بلا ما يعرفوا وبتكون بالمخفي، خليهم ينعملوا وينحكوا بطريقه اوبن تنعرف اكزاكتلي انه في علاقات بدها سبيس، بدها سبيس معين كرمال نقدر نتفاهم مع بعض. سو ليتس سي مثل ما قلت لك هذا الاكزامبل، انه الشريك بعده رفيق مع الاكس تاعيته بروحوا فور سيرتن ريزن، يعني في شيء شغل بيناتهم، في شيء كونكشن بيناتهم، محافظين على هيدي الصداقه، مش انه والله اعجب. سو اذا كان الشريك يلي هي البنت بتغار كثير، اكيد يا بدها اول شيء لانه ما بدها تخسر، يمكن معقوله تقول تسكر تمها وتقول خلص يلا روح، يا اما تحبسهم جواتها ويصيروا يتراكموا. اوكي. يا اما الحل الثالث يحكوا، تو فيس اب، نحكي مع بعض انه انا شو اللي بخليني انه انا اطلع هالمشاعر الغيره، ليه انا بدي غار، شو الشيء يلي انت عندك اياه مع هيدا الشخص لانت رايح، في شيء ادد فاليو لهيدي القعده، هل هي هيدي الصداقه بتعني لك اكثر؟ وقتا نحكي بالمواضيع بنفهم اكثر وجهه نظر الشريك هو ليه بده يعمل هيدا الشيء. سو لازم يكون في صراحه. لازم يكون في صراحه. سو وقتا ما كبر الموضوع، ما بلش اتخيل انه راحوا مع بعض، بلش اعمل فيلم وسيناريو، كون المخرجه الممثله والبروديوسر تاعيت الفيلم، وهن يمكن يكونوا قاعدين عم بيحضروا عم بيشربوا كافي وذاتس ات. سو خلينا نكون واقعيين انه نحن تو فيس اب، غير الصحيه هي انه انا احكي على مشاعري، مش قل له انت ما بتعطيني الثقه وانت منك منيح معي، لا قل له انه انا حاسه بهيدي الغيره وانا حاسه بالانزعاج بهيدا الشيء، في شيء موضوع بتحب انت تحكيني اياه، بحاجه سام تايمز للريأشورنس، للاطمئنان. وهيدي الاطمئنان اذا كانت بطريقه صحيه، مش كل الوقت طمني، احكيني، اللي بتحبني، قولي لي انك انت معي، هيدول بيكونوا بغيره صحيه، انا عم بعبر على شيء، اذا كان هو واقف ولا هي واقفه قدام عالم وعم قدام رجال وعم تحكي، مش انه والله انه بيجي بطلع عليها انه هي كيف حكيتي مع هدول الرجال ولا كيف عطيتي وجه، لا بالعكس بغار عليها انه هي يمكن عم تحكي مع هدول، بس بنفس الوقت بعبر لها على انه انا بحبها بنفس الوقت وبعتني فيها ومحافظ عليها. سو هيدي غيرة صحية ولابد منها، بتصير بأي العلاقات. يعني اللي بيحب بيغار، ما في حدا بيحب ما بيغار، لأنه إذا ما غار معناتها ما بيحب. صح.
يعني فينا نعتبر ايه، فينا نعتبر ايه، اذا ما غار معناتها ما بيحب. تقلك اذا ما غار يعني هي، انا بعتبر الغيره هي مثل الجرس. اوكي، في هيدا الكيرف تاعت الجرس، في عندك اول بارت منها يلي هي ابدا ما بيعطي اي اعتبار للشخص الثاني، ما في ما في كوميونيكيشن، ما في اعتبار، ما في غيره، ما في تعاطي بين بعض، ما في اي شيء. هيدي الاكستريم لا شيء، nothingness. والاكستريم الثاني تاعت الجرس هي الاوبسيسيف جالسي يلي بطارد وبصير في فايلنس وبصير في عنف وبصير في جنون. سو بتجي هيدي السبيكتروم هيك. اوكي، نحن وقت نحكي على هدول التو سبيكترمز هن كثير مزعجين. لا 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 بدك هيدا الاكستريم ولا بدك هيدا الاكستريم، بدك ان بتوين على القليل يكون سمثينج، يكون فيه نوع من التعاطف، نوع من الحنان، نوع من الشعور بالاطمئنان. بالنهايه نحن شو بدنا؟ بدنا نحس حالنا انه عندنا استقلاليه، وبنفس الوقت بحس انه انا بدي ريأشورنس كمان بنفس الوقت من هيدا الشريك. سو اذا كانوا متواجدين وكانوا بطريقه حلوه مع العلاقه، العلاقة بتكون حلوة. طيب أخذنا الاطمئنان دكتور منال وعلاجنا موضوع معين كان تريجر لحتى نحس بالغيرة. بيقولوا أنه الغيرة طبع، أنه الإنسان شعوره وأحاسيسه إجمالا بترجع بتتكرر. إذا رجعت تكررت الحالة، هيا نحكي هون نبلش الغيرة طبع، يعني غيرة في نوع من التعلق. يعني هون بنرجع على التشايلدهود، كيف تربى هيدا الشخص، شو الديناميك تاعت العيلة، هل هن الأهل كانوا شوي ما كانوا أبدا مهتمين فيه، سو حس بنوع من الفراغ، حس بنوع من أنه بده يتعلق بأي شخص. هون بيصير في عنا نوع من التعلق، القلق، الانكشس اتاتشمنت بنسميه. هذا الانكشس اتاتشمنت بيخلق ليتر اون مع الادلت، وقت يكبر الشخص بصير بيتعلق باي شخص، بصير اي شيء ولا اي علاقه بده اياها بصير بيتمسك فيها بطريقه ما بده يتخلى عنها. سو هيدي بتجي من الطفوله، بتجي من وراء الاهل، بتجي من وراء التربيه، بتجي من وراء يمكن حس بالخيانه، حس بالزعل، شاف اهلاته كيف حدا دوميننت على الثاني، حس حاله انه هو بركي بده يخسر، سو صار يستعمل نفس الديناميك. اوكي، سو هون بتصير في عنا علاقه ولا جالسي وغيره غير صحيه. سو هون بدنا علاج اكيد، هون ما بقى بدنا صراحه وما بقى بدنا نواجه الشريك. ما في شريك هو يساعدنا اوفر هي. ما فينا نحن اثنيناتنا نكون عم نشتغل فيها، لانه قد ما حكينا وقد ما عملنا كوميونيكيشن ما فيك انت تكوني ثيرابيست ليور بارتنر. يو نيد سمون تيقدر من برا يقدر يساعد ونغير هيدا الشعور من غير الاطمئنان ومن الانسكيورتي ومن قله الثقه بنفسي ومن الخوف انه البارتنر يفل من عندي. هون بصير في عندي لانه هوس. اوكي، البارانويا يلي بتجي بالغير الغير صحيه بتجي من وراء جواتنا، شو عم بيصير من جواتي، شو عم بخلق اشياء سيناريوز جواتي، عقلتي قد ايه عم يعملوا اكزاجريشن للامور، عم بعمم الامور بطريقه كثير قويه، عم بعمل اوفر استيميشن، عم بخلق سيناريو مش حقيقيه. وهون ببلش اخترع اشياء، بتخيل، بلش هون التخيل. صحيح، اوتوماتيكلي بلش انا معتقداتي تصير بتخيلاتي، بصير في عندي اسامبشنز يلي توهمات، بتوهم امور، بصير بخلقهم للسيناريو وبعيشهم كانهم هن موجودين. يعني اذا كان ماي بارتنر قاعد واقف عم بيحكي على التليفون ساعه وساعتين وابتسم، لتس سي عمل هيدي البسمه، بلش اخلق عم يحكي مع وحده، اكيد عم يتوعد هو وياها، بصير بخطط كيف بدي اخذ تليفونه، كيف بدي راقبه، وين بدي اروح. هيدي بصير في نوع من ستوكينج، من المطاردة. بدي اقرا افكاره، بدي فوت على راسه، انا بدي اعمل ذا مايند ريدر وشوف اكزاكتلي شو معقولة عم بفكر، وبخلق سيناريوز وبصير عايشتها، وبصير بروح بتهم الشريك فيها. وبتوصل كمان هيدي المطاردة مش لانه انا طارده، لانه حتى كمان عمل هاكينج على التليفون، حتى جي بي اس على تليفونه تشوف هو وين ولا تشوف هي وين، حتى شيء تحت بالمقعد تحت السيارة تسمع اذا هي عم تحكي مع حدا، بالبيت بالشغل وين ما كان بنحط ديفايسز بس تنراقب الشخص. بس هون صرنا هوس دكتور. ما بقى غيرة. يس، هيدي الغيرة الغير صحية، كومبليتلي بتصير هوس، كومبليتلي بطلع من الشيء العقلاني، بصير بخترع اشياء وبصير بصدقهم وبتهم فيه الشريك بنفس الوقت. يعني مستعده كمان روح ارشي اي شخص من هون لهون لهون، الناطور البنايه و100 الف شغله بس تيعطوني اخبار وين كان، اي ساعه اجا، شو عامل، شو سوى. وهدول موجودين، وهدول انا بشوفهم كيسز افري داي وموجودين افري داي. يس، طيب
دكتور، كيف الشخص بالعلاقة بيعرف إنه الشخص اللي مقابيله عنده هاي الغيرة؟ يعني ممكن الست يكون عندها هاي الغيرة وشكة بجوزها بس منا قايلت له، منا معبرت له، جوزها كيف بيعرف إنه هي مرته مريضة بهاي الغيرة تياخده يساعدها؟ أكيد في red flags، في عوامل، في إشارات حمر عم بتبين، يعني كل الوقت حتكون عم بتشكك، أوكي، حيكون في اتهامات، أوكي، اللوم عليه كل الوقت، انتقاد دائم كل الوقت، وكل الوقت بدها تفتش بأي شيء، بالجيب، بالأغراض، بأي شيء، لا بس تثبت لحالها أنه أنا كان معي حق، لأنه أنا يلي أنا اخترعته براسي أكيد أكيد 100% أنا معي حق. ليش؟ لأنه هي من نوعا ما من جوا في اضطرابات من جوا، في مخاوف من جوا، وفي insecurities من جوا، ويمكن الشخص ما عم بيساعد. أنا مش عم بقول إنه هي ما عم بتساعد، هي كمان غلط، كمان بمقابلنا كمان في عندي الأشخاص يلي وقت يشوفوا البارتنر تاعيتهم ولا التاعن عم بغار، بقول أوكي إذا الشخص عم بغار يعني أنا سيف، أنا بأمان، سو حرقصوا أكتر، سو هو بصير بحس بأمان إنه الشريك عم بغار. ليش؟ لأنه خلاص كل شيء مضمون، إنه أنا يعني الإيجو تاعي عالي و I'm wanted، هي بحاجة لألي، صار في عندي نوع من ال عم reflecting يلي جواتي من insecurity عم حطهم جواتها، عم reflecting على الشخص يلي معي، وعم برجي إنه أنا بأمان. سو كمان هون we need to reflect. أنا بقول للشخص يلي البارتنر تاعيته عم بتغار عليه ولا عم بغار عليها، خلينا نيجي تو ريفلكت، تو بوز اند ريفلكت، أنا شو عم بعمل للبارتنر هي تغار ولا هو غار؟ هل أنا عم بعطي ساينز معينة؟ هل أنا عم بأذي هيدي العلاقة؟ هل أنا ما عم بعطي ريأشورنس بطريقة صح ولا اطمئنان بطريقة صح؟ شو الأشياء الناقصة جواتي لهيدي العلاقة تزبط شوي؟ سو مش كل الوقت الحق 100% على الشخص يلي بغار، في حق على الشخص يلي بغار، في حق على الشخص الثاني يلي عم يسلقى هدول الامور، هل عم بيعمل الامور بطريقه صح ولا اتس تريجرينج ولا عم بياثر بطريقه نيجاتيفلي. طب من خلال تجربتك ويعني الاكسبيرينس وكل شيء بتشوفيه عندك بالكابينه، النساء بغاروا اكثر من الرجال؟ يعني إذا قلتي لي إيه لأنه هيك منعرف وهيك منسمع، يعني البنات بيكونوا مؤثرين بيصغرون أكتر من الشباب؟ It depends على التربية، ما خص الشباب ولا البنات، منا it's not ratio. تعرفي how I'm relating، لأنه إجمالا بمجتمعاتنا العربية منعطي حب للبنت أصلا أكتر من الشاب، فhow come؟ لأنه هون حسب هون أنت exactly شو بدك من الشخص. في كتير شباب ما بيربوا على طريقة أنه ما بيحسسون لأهلاتهم بالمشاعر، بيقولون كبتوا مشاعركم، كونوا قوية and so forth. هيدي الشغلة كمان later on وقت يتعرفوا على شخص بصير بدهم يمتلكوا هيدا الشخص، لأنه ما قدروا يمتلكوا أي شيء هن وصغار، بصير بحاجة لأنه هيدا الشيء لإلي، it's my possession. So بصير في عنا هيدا النوع من الرجال يلي possessed و obsessed بالبارتنر تاعيته، وما بده يتخلى عنا حتى لو كان في مشاكل وحتى لو مش مبسوط، بغار عليها، بس هيدا الغيرة بتصير غير صحية أبدا بطريقة معينة، لأنه بصير نوع من الهوس completely. So هي هون الريشيو، ما فينا نقول أنا عندي كتير في ميز كتير بغاروا وعندي ميز كتير بغاروا، بس إمتى أنا بلاحظ شغلة الترانزيشن بيريد هي اللي بتخلق غيرة كتير قوية. يعني وقت يكونوا مصاحبين وthey're moving من المصاحبة للخطبة، هيدي الترانزيشن بتخلق غيرة، لأنه هون نحن بطريقة عم نتغير، في تغير بالعلاقة، في تغير بالديناميكس، سو بتخلق غيرة كتير، والدراسات أثبتت إنه كل ما تعملي بس في دراسات أثبتت إنه عملوا سدي على مصاحبين ومخطوبين ومزوجين، طلع معهم المخطوبين هن أكتر عالم they are vulnerable للجالسي، لأنه بهيدي المرحلة هي مرحلة كتير حساسة. It's critical. It's in the middle. لأنه exactly هي transition. وtransition مش عارفة حالك، أنت عم تفشخي من هون لهون. So أنت بالهاوية مش عارفة حالك وين الله حاطك يعني. So this is why بصيروا already الجلسة بتطلع and they need to work on it مع بعض تقدروا يخففوا هالمشاعر يلي هي فيها غيرة.
طيب إذا رحنا للإكستريم الثاني منال للكابلز اللي ما عندهم هذه مشاعر الغيرة واللي كتير روا وكتير مأمنين ببعض ومطمنين راسهم على الأخير ما بيغاروا أبدا على بعض، بعض الأحيان شخص من الأشخاص بحس بده أكشن بالعلاقة، بده خلي الثاني يغار، فبيصير بيفتعل مشاكل بيفتعل قصص تينمي هذه الغيرة. هذه الطرق صحيحة ولا ممكن تؤدي لمشاكل بالعلاقة مع الأيام؟ أكيد تؤدي مشاكل 100%. جات قلت لك شغلة إنه I am jealous يعني أنا بغار، إذا أنا بغار يعني هو سيف، أوكي يعني هو عم بحس بالأمان، يلي عم بجرب يزكزك بده يحس بالأمان، بده يزكزك الأمور تيشوف حاله إذا هو بعده محبوب، بعده desired، بعده ولا بعده البارتنر تاعه عم يشتهي بطريقة صح. بس هيدي حتخلق كتير زربات وانرجي كتير نيجاتيف، حتخسر خوف من الشخص الثاني انه معقوله انا اخسر، معقوله انا اخسر هيدي العلاقه، سو بصير في عدم ثقه اكيد، وعم نخلق نوع من الغيره كرمال نوعي الشخص انه انتبه على حالك انه بركي في شيء فيه. سو هون الشخص يلي انا عم جرب زكزك فيه يمكن يسال حاله اوكي معقوله بطل يحبني، معقوله انا بطلت انحب، معقوله تغير جسمي، سو بصير بشكك بحالي. واذا الشخص غامض جدا وعم يشتغلها مثل كانها كونسبيرسي مش حافهم اكزاكتلي شو عم بيصير. سو كثير مهم الوضوح، اذا انا عن جد على بالي اعرف اذا الشخص بعدني ديزايرد بعيونه وبعده بحبني وبعده هي وانتس مي، فيني روح واسال، فيني روح واقول له اشياء، بس مش يعني كل الوقت لازم دلني كل الوقت عم طمنه. هيدي كثرة الاطمئنان مش منيحة، وكثرة الغيرة كمان مش منيحة، يعني كثرة الاطمئنان بطريقة معينة انه انا كل وقت بدي يطمني الشريك. طب انا ليه بدي اطمن كل الوقت؟ ليه ما بحس فيهم؟ ليه بدي اياهم على طريقة consecutive وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة بتليفون بهيدا بس اعطيني ريأشورنس؟ هيدي وقتها نصير كثير كل شيء اشياء كثيرة بتصير اوتوماتيكلي فيها شيء غلط. لو شو ما كان فيها شيء غلط، كل شيء تعدى عن الإكستريم. قدي ذاكرتنا أوقات بتخلينا نوقع بهيدي الغيرة بتكون مش بمحلها، يعني إذا تذكرت موقف معين أو إذا حسبي شفت الأكس تبعيته شفتها أنا بغير محل ما خصوا فيها وأعمل لينكات وإرجع لورا، قدي هيدا الشيء ممكن يسبب هيدا مأزي كتير. أنت عم بتشغلي المونكي مايند يلي جواتك عم بتشغلي هيدا المايند يلي هو فيه هوس بركي ليك وهي احلى مني وكذا. بدنا نعرف كيف نروض حالنا، كيف نحكي مع حالنا بطريقه سيلف توك اوفر هير كان هيلب ا لوت، بساعد بطريقه كثير. وقت انا طمن حالي، انا بدي اعتبر الغيره مثل ولد عم بجن ومش عارف حاله شو بده يعمل، شو بنعمله للولد؟ بنروح ومنطمنه، بنحضنه، بنعطيه كلمات هيك فيها سوثينج فيها رواق. ذا سيم ثينك الغيره، انا بدي اعتبرها هي هيدي المجنونه يلي فيي طلعت، طب كيف بدي اروقها لهالمجنونه؟ بدي احكي معها بطريقه رايقه، بدي اقول لحالي منال كوني واقعيه، عم تخلقي سيناريوز، منا نهايه العالم، هيدي كان معها بالقبل، يعني هلا هو معك وتختارك لك وانت مختاره هيدي العلاقه، بدي اقعد احكي واحكي واحكي واحكي، كاني ولد صغير عم روق هيدا العقل، كرمال ارجع شوي على الارض. لأنه أول مسير أنا بهيدا الجنون تاعي يعني أنا عقلي يا بالباست يا بركي تركني وبركي عمل شيء يا بالفيوتشر، بطلت على الأرض، بطلت in the present time. So all I need هو تايمينج، هو شوية ترويض لنفسي وأحكي مع حالي بطريقة صح تخفف هيدا الصوت الداخلي اللي جواتي. طيب دكتور شو الفرق بين الغيرة والشك؟ أوكي هو فرق كتير كبير أكيد، بس دايماً بنخلط بيناتهم. وقت تشكي بشخص بتروحي تعملي accusation، بتتهميه بكل هيدول الأمور، بتحطيهم على حياته، بتتهميه بأي شيء حتى لو أنت مخترعتيهم لو شو ما كان. أوكي في اختراعات وفي أشياء حقايق أنت حاطتيها ووصلتيها، سو بتصيري بتشكي بكل أمور، إذا حكي وإذا تنفس ولا إذا ضحك ولا أي شيء بتصير فيه، كل شيء في شكوك فيه. أوكي الغيرة هون لا، أنا عم بغار على شخص لأنه أنا خايفة أخسره، مش لأنه أنا بدي شك فيه، لأنه أنا خايفة أخسره.
موضوع موضوع هلا مأكد كل الكابلز عم يسمعوا هيك حرفا حرفا عم بيأيدوا موضوع كريتيكال. وانا اكيد قد ما يكون في حتى ثقه بالنفس قد ما يكون في وضوح الغيره موجوده ايه 100%. كرمال هيك انا بدي اسميها غيره صحيه. في غيره خليها تكون صحيه احسن ما نكون مجانين طيب. وعم نروح بالهوس فيها. قد ايه ممكن تدوم دكتور منال هيدي الغيره؟ يعني الواحد مع التقدم بالسن بالعمر بيروق شوي صح؟ اوكي ما بتخلصي منها بس you navigate through it. يعني بتتماشي انت وياها sometimes لانه هيدا شيء جواتنا مثل ما قلت هي هي between cognition between افكارنا ومشاعرنا. سو انا بدي اعمل كنترول على مشاعري بس مش يعني مشاعري مش حتطلع مش يعني المشاعر الحلوه حتنكبت بالعكس انا بدي افهمها بدي افهم انا من وين جايه. سو كرمال هيك ما في شيء بيخلص 100% بنمشي فيهم بنتماشى معهم وقتها نفهم مشاعرنا وقتها نحكي مع حالنا بطريقه صحيه وقتها نفهم اكزاكتلي انه هيدول الاشياء اللي عم بتصير معي ان كان فيها اشياء بالماضي بدي احلها مع حدا ان كانت اشياء مع الشريك هو عم بيعملها تريجر بدي احكي معه بطريقه تنحلها يا اما انا عم بخلقها بيني وبين نفسي بدي بلش اعمل كنترول على حالي. لا بس كان قصدي انه بس يبطل فيها الباشن يعني اول مرحله تقطع تروح الغيره ايه يعني يصيروا انه عادي رفقه خلص صارت روتين يعني صح مش بتخلص يعني ما بقى بتروح. حس فيها لأنه ما بقى في هيدي الاتاتشمنت. إذا كانت غيرة غير صحية بدلوا في عندك البارانويا والعنف حتى لو أنا بطلت عندي مشاعر للشريك بس نحن مزوجين وصار في روتين لأنه الحياة لأنه غير صحية صارت حالة مرضية لنا سو هيدي أوكي. الصحية بطريقة معينة يعني صار في روتين ما عندي هالمشاعر بيني وبين الشريك بتدوب أكيد الغيرة بتروح in a certain way بتروح بتخف بتخف لأنه بطل في عندي شيء غير بس دفنتلي أول ما شوف شيء أنه معقولة أنه الروتين يأكل العلاقة معقولة هي عم تلتهي تما نوصل للإنفيداليتي ولا التشيتينج ولا أي شيء أكيد منصير بدنا نتفادى هيدا الشغلة إلا ما يطلع هيدا الغيرة ترجع تطلع شوي شوي. بس يكون في ثقة زيادة ما بيكون في غيرة بس يكون الشريك واثق من شريكه الآخر حيدلوا في غيره 100% ما بيكون في غيره؟ لا ولا ممكن تبقى غيره حيدلوا في غيره. الثقة ثقة شيء والغيره شيء تاني. أنا وقت غار على الشريك تاعي حغار منه يمكن من أشياء بسيطة من أشياء حلوة تأرجي حبي يعني to express my love. هي الغيره هي to express أما تأرجي حبك بطريقة كتير شفافة وكتير حلوة. يعني إذا مثلاً شريك أو شريكة طلعت سهرت بلا جوزة أو بلا البوي فريند whatever طلعت سهرت لوحدها وهو كان عنده ثقة فيها وراحت ورجعت وما غار عليها وقال ولا قال شو صار بالسهرة ولا قال هيدي ثقة يعني هيدي ساعة 100% هيدي شو نص هيدي شو ما في كير اكزاكتلي. هلا هو كإنسان كأي شخص أنت ما بدك حدا يسألك كيفك شو أخبارك شو عملت اليوم طالع حلوة اليوم كتير طالع سكسي اليوم بفستانك لا زبطي لا طالع حلوة بغار عليك. هيدول الكلمات بيعطوا ثقة بالمرة أنه هي حترجع أما هو حيرجع عند شريكته في شعور أنه في شعور البوندينج في شعور أنه نحن في سبيس بيناتنا وفي هيدا السبيس الحلو. بس هيدا السبيس بيخلق شو؟ بيخلق ريسبكت بيخلق تعاطي بطريقه حلوه بيخلق بوندينج بيخلق كوميونيكيشن. سو سبيس از امبورتنت بس نحن نستعمله بطريقه صح. سو حلو الواحد تو كير حلو الواحد يسال انه اوكي شو عملت اليوم كنت طالعه كثير حلوه مين اطلع عليك. هدول الغيره بيرجوا الانسان بطريقه انه هو له قيمه عند الشخص الثاني. اذا ما عم يسال يعني انا حس حالي انه انا ما عندي قيمه نونشالون مثل ما قلتي مش عم بيهتم فيي مش عم بيسالني انا كيف ولا شو انبسطت ولا شو عملت ولا شو سويت. يعني بطل في اهتمام. وين الكوميونيكيشن؟ اتس ريلي امبورتنت انه نحن نحافظ على هيدي الكوميونيكيشن بيننا وبين الشريك نخلي يكون في ريسبكت يكون في غيره حلوه وغيره حلوه غيره حلوه دفنتلي بتعطينا قيمه لذاتنا. دكتور سريعا يلا قبل ما نختم اللي بيضحك على حاله كيف كان يغار قبل بيكون تخطيها للمرحله بيكون صار عنده ماتوريتي. يلي بيضحك على بيكون حاله بيكون تعافى عم بيضحك على حاله باي طريقه يعني انه يعني تعلمت يعني مع درس مفروض
إذا مع درس أكيد بضحك على حالي بطلع يي بزمان كيف كنت أخذ تليفون ومثلا وأقعد فتش عليه إنه هلأ لا إيه إنه بعلاقة سابقة كنت أعملهم إنه هلأ ما بقى أعملهم شو بكون صار شو بيكون صار فيه صار في نوع من الأويرنس من الوعي من الثقة بنفسي من إنه بعرف إنه أنا ما فيني أخلق إنسان مثل ما قدي ما فيني حطه بورتوكلي ما فيني دلني عم راقب ما فيني دلني كل الوقت مهووسة بالشخص مثل ما قلت الديستنس كتير مهمة الكوميونيكيشن كتير مهمة كرمال هيك بدي أنا أوثق بحالي تقدر أوثق وكتير حلو إنه أنا وقت أطلع على الماضي وتضحك شوي إنه كيف كانت الحمد لله شو تطورت وين كانت وين صارت it's really good يعني انضجت الجروث يلي أنا عملته بنفسي okay. حلو الموضوع كتير yes. كتير نشكرك دكتور منال نابلسي عن جد استفدنا كتير حبيبتي thank you شرفتينا هيدا شرف شرفتينا